بدا أن العالم يتلاشى من أمامه. صداع دق رأسه بقوة، فيما أحكم إرهاق شديد قبضته على جسده بالكامل. في البدء اعتقد أنها أعراض مرضية وسوف تزول، لكن سرعان ما تكشفت له الحقيقة بأن ما مر به نتيجة تعرضه لسلاح سري سمي فيما بعد متلازمة هافانا. في أواخر عام 2016 انتابت أعراض مرضية غامضة عدداً من ضباط وكالة المخابرات المركزية المتمركزين في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية هافانا. أبلغوا عن الأعراض التي سرعان ما أصابت عدداً آخر من المسؤولين الأمريكيين حول العالم. فما هي متلازمة هافانا؟ تضم متلازمة هافانا مجموعة واسعة من الأعراض التي تشمل الصداع النصفي والتعب والدوار والقلق والدوخة وفقدان الذاكرة والضعف الإدراكي. لا تأتي أحياناً الأعراض دفعة واحدة، في بعض الحالات كانت متقطعة وتحتاج إلى رعاية طبية طويلة الأمد. أبلغ المتضررون من المتلازمة أنهم شعروا وكأنهم أصيبوا بموجة انفجار أو شعاع من الطاقة، فيما أظهرت الفحوصات الدماغية أنهم يعانون من ارتجاج نتيجة انفجار قنبلة أو حادث سيارة. أصابع الاتهام. بعد قرابة 5 سنوات من الحالات الأولى، تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 200 حادثة من متلازمة هافانا أصابت مسؤولين أمريكيين، لكن هذه المرة في بلدان مختلفة غير كوبا، إذ شملت روسيا والصين وكولومبيا وأوزباكستان وحتى الولايات المتحدة نفسها. ورغم تعدد الدول، فإن تقريراً لوكالة المخابرات المركزية ألقى بشكوك واسعة بأن جهة أجنبية مثل روسيا كانت مسؤولة عن هذه الحوادث من خلال استخدام سلاح يطلق نبضات الطاقة الكهرومغناطيسية والموجات فوق الصوتية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين. وما عزز من تلك الشكوك لدى التقرير هو وجود مقر لمحطة تنصت سوفيتية رئيسية في كوبا خلال هذه الفترة التي أعيد افتتاحها عام 2014. كيف تواجه الولايات المتحدة متلازمة هافانا؟ في عام 2020 أسندت المهمة إلى ضابط بارز في وكالة المخابرات المركزية الذي لعب سابقاً دوراً في العثور على أسامة بن لادن. ومنذ تلك اللحظة صار العثور على السبب الجذري لمتلازمة هافانا أمناً قومياً وأولوية لدى أمريكا، فيما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر 2021 قانوناً لدعم كل من تعرض لمتلازمة هافانا من خلال تعويضات ونظام صحي. هل الإجراءات الأمريكية كافية؟ ربما لم يكن في الحسبان أن طبيب وكالة المخابرات المركزية CIA الذي بعث إلى كوبا من أجل اكتشاف جذور المتلازمة قد يصبح من ضحاياها. في عام 2017 سافر الطبيب بول أندروز، وخلال رحلته أصيب بمتلازمة هافانا، إذ عانى من اضطرابات في التركيز فضلاً عن سماع أصوات مزعجة، وهو الأمر الذي اشتكى منه الدبلوماسيون الأمريكيون على مدار سنوات. سلاح سري أم تهيؤات؟ لا تزال التكهنات تحوم حول أصول متلازمة هافانا، ورغم شكاوى دبلوماسيين وضباط مخابرات أمريكيين من الأعراض، فإن البعض يرى أنها مرض نفسي ومجرد تهيؤات. لكن الولايات المتحدة أخذت على عاتقها مهمة الكشف عن المرض الذي تعتبره سلاحاً سرياً يوجه للجواسيس والمسؤولين الأمريكيين، ما قد يقوض من عملياتها بالخارج. فهل تصل لأصل المرض؟